بسم الله الرحمن الرحيم، أهلا وسهلا فيكم متابعينا. معكم أنا الدكتور محمد غزال، اليوم في الدرس الـ15 من دروس تعلم لغة الـ HTML في تصميم مواقع الويب. اليوم حيكون درسنا على الـ HTML Style. إحنا قلنا تصميم تطبيقات الويب أو تصميم مواقع الويب هي عبارة عن جزئين، جزء لبناء الكونتنت أو بناء المحتوى أو الكومبوننتس الخاصة في أجزاء المحتوى أو أجزاء الموقع المختلفة، وجزء آخر لتزيين هذه الأشكال أو لتزيين هذه المكونات. اليوم نتكلم في الستايل، هو المقدمة اللي هتفتح لنا مجال إنه نفهم إيش هو الستايل ونفرق ما بين الستايل وما بين الكومبوننتس الخاصة بالموقع الإلكتروني. اليوم إحنا هنتكلم في موضوع اسمه الإنلاين ستايل، هو عبارة عن جزء من ثلاثة أجزاء ممكن نستخدمها حتى نبرمج الستايل، حتى نضيف المؤثرات على المكونات الخاصة بالموقع. هنا حتكون عبارة عن ستايل اتريبيوت، يعني مش هنبداها انه هي نعملها كتاج، لا، حتكون عبارة عن اتريبيوت مرفق مع التاج اللي انا بدي اضع عليه هذا المؤثر. اصبح لو انا بدي اضع مؤثر على البادي بحطها بجوار البادي as a style attribute. لو بدي اضع مؤثر معين مع ال H1 بضع style اللي هو attribute مع مين؟ مع ال H1، وهكذا. طيب الآن في عندي أربع أمور حركز عليها، وهي حتكون عندي الإيش الأساس في هذا الموضوع، أو خمسة ممكن حسب الوقت اللي إحنا هيكون معنا. حنتكلم في موضوع ألوان الخلفيات، حنتكلم في موضوع ألوان الخطوط، حنتكلم في موضوع أنواع الفونت فاميلي، وبرضو ممكن حنتكلم في موضوع الفونت سايز برضو، بحيث إنه إحنا نشوف كيف بنأثر على تغيير أنواع الخطوط وتغيير أنواع اللي هو الألوان، وتغيير أيضا اللي هو الألاين، هو موضوع المحاذاة تحت النصوص اللي موجودة في الموقع. طيب يلا نكمل، اتوكلنا على الله. أول شيء نبدأ الـ HTML كـ HTML Document. طيب التايتل بنتكلم إنه إحنا بنتكلم الآن على موضوع اللي هو HTML Inline Style، ممكن نقول Tutorial، نبدأ Tutorial of HTML. طيب بنيجي عند البادي، باختصار شديد بدي احط ثلاث مكونات او مكونين بسيطات في داخل هذه الصفحه حتى نضع تركيزنا اليوم على موضوع الستايل. اول شيء بنتكلم على ال H1 الهيدلاين، بنيجي بنقول هاي الدكتور غزال هوم بيج. طيب وبنيجي عند الباراجراف، بنحط باراجراف ايضا، بنقول هالو وورد You are at homepage of Dr. غزال. نستكفي بهذا القدر من المحتوى. طيب تعالوا نشوف كيف نتعامل مع الستايل. أول نقطة، الستايل هو عبارة عن أتريبيوت. إيش يعني أتريبيوت؟ يعني هو عبارة عن أتريبيوت يأتي لصيق بالتاج، يعني هذا تاج بضي عبارة عن تاج، الاتريبيوت تاعت البادي تاج تيجي جنب الايه؟ جنب البادي تاج، بنحطها كستايل، هاي حطيناها ستايل. بنيجي في داخل الستايل بنحط مجموعة من المؤثرات اللي أنا بدي أضعها على هذا المكان. أنا لما بدي أجي أحط مؤثرات على البادي، مثلا بدي أحط لون خلفية، إيش ممكن أسوي؟ باجي بقول البروبرتي اللي أنا هستخدمها اللي هي الباك جراوند كلر، أصبح الخاصية اللي أنا هستخدمها هي حتى تطلع عندي اللي هو موجودة مخزنة مسبقا وأنا بستخدمها as a property. لاحظوا معايا هي background color الآن as a property، يعني هي عبارة عن خاصية attribute أو property. طيب إيش إجا عندي هنا؟ إجا نقطتين ما إجاش يساوي بالمناسبة، لأنه أنا هنا فتحت اللي هو double quotation، بدي أحط مجموعة من المؤثرات ضمن style attribute، يعني أنا بفتح style attribute واحد وفي ضمنها بحط خاصية 2 3 4 غير محدودة من الخاصيات اللي ممكن أنا أحطها في إطار هذا الاتريبيوت، في إطار هذا مين؟ هذا الاتريبيوت اللي هو الاتريبيوت ستايل. طيب إيش الباك جراوند كلر حيكون عندي؟ نبدأها في اللون مين؟ في اللون الريد، نقول هاي حتى اسم اللون، دير بالكم لاحظوا معايا أنا استخدمت اللون
باسمه، يعني عبرت عن اللون الأحمر باسمه. طب في إمكاني أعبر عن اللون بأشكال تانية غير أسماء الألوان؟ نعم، هناك إمكانية حنتعلمها في درس اللي هو الألوان، حنركز كيف ممكن إحنا نستخدم أكثر من طريقة للتلوين. طيب بنعمل فاصلة منقوطة حتى ننهي موضوع هذا الستايل وتحديدا الباك جراوند كلر، وبنعمل سيف وبنروح بنشوف هذا الكلام وين موجود. احنا بس وين مخزنينه؟ مخزنينه على الديسكتوب ليرن اتش تي ام ال. هاي الديسكتوب، هاي في ليرن اتش تي ام ال، بنفتح الستايل دوت اتش تي ام ال. افتح هنا ايش حنلاقي؟ حنلاقي ايوان، اصبح اليوم احنا استطعنا انه ناثر على لون البادي او لون الخلفيه لكل الموقع من خلال خاصيه حطيناها اللي هي الستايل اتريبيوت، ووضعنا في داخلها قيمه اللي هو الباك جراوند كلر از خاصيه لو از بروبرتي، وضعنا قيمه هذا البروبرتي، قيمه هذه الخاصيه. طيب ناخذ الشكل الثاني او القصه الثانيه في الاتش 1. جينا قلنا الاتش 1 اي 1، انا بدي ادي شيء معتبر في موضوع الاتش 1 بيختلف عن باقي الامور. باجي عند الاتش 1 ايش بستخدم؟ بستخدم الستايل اتريبيوت. طيب ممتاز، ايش انا اللي الان بدي احط؟ بدي احط لون، ممكن احط لون خلفيه خاصه في الاتش 1، ممتاز. وبالمناسبه الاتش 1 هو بلوك مفصول عن السابق وعن اللاحق. طيب تعال ناخذ برضه باك جراوند كلر، هاي نحط باك جراوند كلر في القصه، هاي باك جراوند اوكي، هاي كملوا هنا وحط له مشرد، نحط له يا سيدي العزيز يالو. تعال نشوف، وفاصله منقوطه، تعال نشوف ايش اللي صار في الموضوع، هل اخذ اللي ايوه شفنا ايش؟ اصبح الان انا بتمكن من خلال الستايل ان احط الخاصيه على المكان اللي انا بدي احط عليه المؤثر. اذا انا بدي احطها على المستوى الموقع او الصفحه ككل بحطه في البادي، بدي احط المؤثر في الاتش 1 بحط الاتريبيوت ستايل وين؟ في الاتش 1، وهكذا. طيب ننتقل الان على ستايل ثاني وعلى نوع ثاني من الستايل، الا وهو الفونت كلر. طيب ايش الفونت كلر الان بده يحمل؟ ناخذ مين؟ ناخذ الباراجراف وبنحط ستايل للباراجراف، وبنقول الان الفونت كلر اللي هو الاتريبيوت او اللي بنسميها البروبرتي تحت الفونت كلر، هو عباره عن كلر. لو هي كلر، لو هي عباره عن مين؟ عن كلر، سوري، هي عباره عن كلر. طيب طالما انا حطيتها كلر بدي اديها قيمه، ايش القيمه اللي انا بدي اللون الخط الخاص في الباراجراف؟ بدي اقول له ايوه، طالما هو لون خلفيته حمراء فلو وضعته وايت اللي هو هي ابيض، لو وضعته وايت ابيض حيطلع في كونتراست او حيطلع في تمايز ما بين مين؟ لون الخلفيه ولون الخط. تعال شوف الان هذا الخط حيصير لونه ايش؟ لونه ابيض. اعمل ريفرش، اصبح الان تمكنت ان انا اغير لون الخط كما غيرت لون الخلفيه. كيف غيرت لون الخط؟ من خلال الكلر اتريبيوت، واديته قيمه مين؟ قيمه الكلر اللي هي الوايت. لو بدك تحطه يلو حطه يلو، بدك تحطه بلو حطه بلو. الالوان كثيره واسماء الالوان كثيره، وفينا نورجيكم كيف نصل لاسماء الالوان من خلال مواقع متعدده منها الدبليو 3 سكول، تصل لكل اللون، تشوف اللون هذا وبتاخذ لونه او تاخذ اسمه وبتاخذ قيمه المختلفه والمتنوعه اللي ممكن تستخدمها في برمجه الالوان، وحيكون لنا درس خاص في موضوع الالوان. طيب ننتقل على موضوع الفونت فاميلي. لو اجينا بدنا نغير الفونت فاميلي، الان هنا في نقطه صغيره، هل الستايل هذا بيحتمل بس قيمه واحده لامر واحد في موضوع الستايل؟ لا. ليش انا وضعت فاصله منقوطه؟ لانه فينا نحط شغله ثانيه جنب الفاصله المنقوطه. ايش بدنا نحط الان في الباراجراف؟ بدي اقول له فونت فاميلي او فونت سايز، الحجم تاع الفونت، بدي اكبر حجم الفونت. عندي طريقتين لاكبر حجم الخط، اما بحط حجم الفعلي بالبكسل اللي انا بدي اياه، اني اجي اقول انا هو عباره عن 50 بكسل او 30 بكسل، او اقول هاي 30 بكسل وفاصله منقوطه. اصبح الان انا حددت حجم الخط هو باي ديفولت 16 بكسل بيكون، الان ضعفته لايش؟ ل 30 بكسل. تعال نشوف ايش صار وين في الباراجراف. هنا لاحظوا في الباراجراف غيرت الكلر للخط وغيرت الفونت لمين؟ فونت سايز للخط. طيب تعال نشوف، اصبح شفنا كيف هاي كبر الخط وصار بدل ما هو 16 بكسل صار عندي عباره عن 30 بكسل. طيب نكمل باقي النقاط اللي حكينا فيها. طيب الان ايش بالنسبه للتكست الاين؟ التكست الاين هو نتكلم يعني المحاذاه للنص،
اليوم لما باجي انا بقول بدي اعمل كل الموقع اعمله محاذاه، يجي في النص بروح على البادي، باجي بقول عندي البادي هي التكست الاين هي هنا، وباجي بقول له عباره عن مين، يجي في السنتر. لاحظوا معايا وين بدي اياه، يجي في النص. يعني محاذاه النص تاتي في محاذاه النص تاتي في منتصف الصفحه. تعال نشوف النتائج اللي حيظهر عندي. هو بسلم، اصبح شفنا ايش صار، الموقع كله بدل ما انه يجي من اليسار الى اليمين اجى كله في اطار مين؟ الوسط، في اطار الوسط. لو بدي يجي من الليفت بقول له هنا برضه نفس القصه، بقول له بدل ما يجي في السنتر بقول له على الليفت، بغض النظر هو صح او مش صح، ولكن هذا القدره اللي بتمكنك الاتش ام انك تعملها. انا اسف، احنا وين قلنا، ليفت ولا رايت؟ هاي هو اصبح ليفت، هو هناك ليفت، ولكن بدي انا كان رايت. واعمل سيف، تعال نشوف ايش صار. هاي اصبح تمكنا ان نعمل تكست الاين، حطيناها في الوسط مره، حطيناها في الليفت مره، حطيناها في الرايت مره، بس بالمنطق احنا بنراجعها على موضوع السنتر. طيب اخر شيء موضوع الفونت فاميلي. تعال نشوف الفونت فاميلي، بدنا نغير الفونت فاميلي لكل الموقع، لكل الصفحه عفوا. بحط الفونت فاميلي وين؟ في البادي. لا، انا بدي اغيرها للاتش 1، يعني بدي ادي حاجه او بدي ادي نوع خط خاص بالاتش 1 دون باقي الموقع. بأضع الستايل اللي هو الفونت فاميلي وين؟ بحطه على المكان اللي بدي اخليه ياخذ المؤثر. وين المكان هذا؟ هنا، هاي بنقوله الفونت، هاي الفونت فاميلي. طيب الفونت فاميلي، هاي الفونت فاميلي، ايش انواع الخطوط اللي انا ممكن استخدمها؟ ممكن انت تقول اللي هو في عندك قسمين من الخط، في سيريف اللي هو بالحدود او بالحواف، وفي سانس سيريف. تعال شوف هذا الخط، هذا بالحواف بالمناسبه، الخط هذا بالحواف، شفتوا الحواف هنا؟ هذا بسموه سيريف فونت. هاي شفتوا الحافه اللي هنا الموجوده هنا؟ هي الحافه الموجوده ايش؟ هذا سيريف فونت. بدي انا نوع اخر غير سيريف اللي هو سانس، هي سانس سيريف، يعني بدي اياه بدون ايش؟ بدون حواف. تعال نشوف ايش اللي صار عندي في الخط بالذات، بتكلم على الاتش 1، احفظوا وتعال نشوف الكلام هذا ايش اللي صار. لاحظوا ايش معايا؟ لاحظوا تغير نوع الخط للسانس سيريف بدون حواف، كان عندي تو الحرف هذا بيحمل حواف اللي هو بسموه السيريف فونت، انا حطيت سانس سيريف فونت وغيرت نوع الخط من 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 من, من نوع الى نوع. ولاحظوا هنا الخط اللي هنا اختلف عن الخط اللي ويش اللي في باقي الموقع. اصبح ايش بنتعلم في الدرس هذا؟ بنتعلم انه اليوم انا في امكانيه احط ستايل، احط مؤثرات، اغير في الشكل لكل كومبوننتس او لكل جزء من اجزاء الموقع او لكل الموقع بشكل عام من خلال ستايل اتريبيوت. وين بضع الستايل اتريبيوت؟ في المكان اللي بدي ياخذ هذا المؤثر. اذا انا بدي اضع المؤثر على الباراجراف جنب الباراجراف جنب البي تاج، لو بدي اضع هذا المؤثر على الاتش 1 جنب الاتش 1 تاج بحط ستايل وبحط كل القيم في داخل الدبل كوتيشن هذه، هينا حطيت قيمه وتنتين وممكن احط ثلاثه واربعه وخمسه وما الى ذلك. هيك انا بقدر اني انا اقول لكم ان احنا اليوم خلصنا موضوع الستايل. بتمنى يكون درس بسيط، بتمنى يكون نال اعجابكم. انتظرونا في الدرس القادم، والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.